شكرا للسيد رئيس المجلس العلمي ولجميع الاعضاء المجلس العلمي. بارك الله فيكم، هذه الشهاده بحقيقه قليله في حقكم سي احمد، الحقيقه نقول لكم مره اخرى منحنا هذا الفضاء الجميل جدا والنقي والنظيف جدا وسهر عليه بيده انه كيرفق كل صغيره وكبيره ومع السهر على راحه الجميع. الله يبارك فيكم ويحفظكم ويريكم في الاهل ديالكم وفي الولادات ديالكم ما تحبون. بارك الله فيك، شكرا لكم. تبارك الله عليه من طلبه ماستر عقاري والتعمير وهو كذلك رئيس بهذه الجمعيه جمعيه المقاولات الصغرى جدا. الله يوفقه والله يعاونكم على السي محمد. السيد الناظر فقهاء مدينة الناظور، شهادة من السيد عميد المؤسسة، شهادة اعتراف وتقدير. السيد الرئيسي نائب رئيس المجلس الترابي لجماعة سلوان. الله يبارك فيك، شكرا على المشاركة في هذه الندوة العلمية. السي عمر الدين المشيخ. شكرا للسي حسن عنطار على جميع المجهودات التي بذلها على تحسين مشروع الدفوع ان شاء الله. شكرا لكم سي يوسف على جميع المجهودات التي بذلتموها بالكليه المتعدده التخصصات في الناظور وهي عضو المجلس الاداري الجهوي للبنك الشعبي. بارك الله فيك على هذا النشاط ونتمنى ان شاء الله تكون السنه المقبله يعني اكثر دعما لجميع الانشطه داخل هذه المدينه. في الحقيقه تحتاج الى دعم لاجل ايجاد جميع التضامن. شكرا لك وسعك من هذا الشان. تبارك الله السي محمد الله يبارك فيك استاذ الكليه المتعدده التخصصات في الناظور جاءنا من اداره الطرائق الى البحث العلمي في الجامعه. شكرا لكم مرحبا سي مراد. سي مراد تتبع معنا الاشغال من بدايتها الى نهايتها وتعمل متواصل لاشغال هذا الملتقى العلمي. سي مراد هو مستشار بمحكمه الاستئناف في النظر. نحفظكم السي مراد وضال جميع الرساجد. الذين
قدمنا وما أخرنا وما أسررنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا الجمع المبارك اللهم بارك فيهم جميعا، اللهم بارك فينا جميعا، اللهم كلنا وليا ونصيرا وحافظا ومعينا. دكتور والأساتذة المؤخرون، بارك الله فيكم جميعا، بارك الله في حضوركم، بارك الله في خطواتكم. أسأل الله عز وجل أن يمنحكم مزيدا من التفوق ومزيدا من التألق. الطلبة الدكتور، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم جميعا وأن يفتح عليهم أبواب الخير، أن يفتح عليهم الفتح العارفين بالله. اللهم كلنا وليا ونصيرا وحافظا ومعينا. دكتور سي مدخلطار، الأب الروحي للطالب، اللهم بارك فيه وبارك صحته وبارك في علمه وبارك في أسرته وأن يمتعه بالصحة والعافية. جلالة الملك أمير المؤمنين محمد بن السادس، اللهم بارك فيه وبارك صحته وبارك في أسرته وبارك في ولي عهده أمير جليل ولي الحسن وفي أسرته العالمية الشريفة الملكة.